ممتي للسلطات و النهار هذا عندنا واحد لقاء تواصلي و وتوضيحي الحصيله نتاع فريق التحرير ديال المنظور الذهب تاعو في حصيله ديال 17 مقابله باش نبينو الراي العام الحاله تاع الفريق وحاله تاع المشجعين وحاله تاع الرياضات بمدينه المنظور. كنتاسفوا لهاد الحاله المزريه اللي وصلت لها الرياضه بمدينه المنظور وعدم الاهتمام ممتنين تاع مجال الرياضه لان عمل جمعوي هو عمل تطوعي وانسان اللي كيجي كيتحمل واحد المسؤوليه في واحد النادي ولا في واحد الجمعيه حتى واحد ما بز عليه باش غادي يدخلها. انا النهار هذا المكتب التحريري ديال الناظوري عنده 19 عضو والواقع واقع مر وعلمنا 80% تاع الممثلين ديال التحرير ديال الناظوري كيحضروا 4 أشخاص من 19 واحد. هي حالة مزرية وعدم اهتمام وعدم رغبات الأعضاء المكتب السير لفريق اللي كيدير مجهودات وكيدير نتائج. وحاليا كنشكر جميع لاعبين في التحرير ديال الناظوري على المجهودات اللي كيديروها والنتائج اللي كيحققوها داخل وخارج الميدان. وكنشكر الطاقم التقني للفريق اللي عطى واحد النتيجه عطى واحد مسيره موفقه ماشي غير هذه السنه هذه من السنه الماضيه جعل فريق التحرير ديال الناظوري فريق مستقر في النتائج تاعو النتائج اللي كترضي الناس اللي كيهتموا بالرياضه وكيعرفوا الرياضه ويعرفوا الفريق اللي عنده 70 ولا 80% ديال ابناء مدينه الناظور. ومع الاسف هالنهار هذا كنتفاجئوا والجميع كيتفاجئ واحد التهاون ماشي تاع لاعبين التهاون تاع المكتب المسير التهاون تاع الناس اللي جاو جاب حسن السيرة نتاعو في البطاقة الوطنية نتاعو حتى في المكتب المسير ومشى كيقابل شغالو. أنا كنحمل لهم مسؤولية واحد المسؤولية إلا قارنا غير مع الجارة ديال الدنوش كنلقاو الدنوش كتفوق من حد في الحرية ديال الناظوري وفي الحرية ديال الناظوري كنتكلمو لا خصهم يطلعوا يصعدوا راه لا يعقل. باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو كلمة للاعبينها والجامعة أخبرتنا بأنهم غادي يعاودوا يبرمجوها وحنا استفدنا يعني حكموا داروا حكم في اللجنه ديال الهومولوغاسيون بانه غادي يعاودوها في المقابله. حنا استنفنا ذاك الحكم بمجموعه ديال المبررات ومجموعه ديال الحيثيات من جمله فيها ان الفريق ديال مارتين تعمد باش ما يلعبش هذيك المقابله لانه كانت قبل العيد اللعابه ديالهم ربما كلهم سافروا بقوا بلا لعابه وخافوا يخسروا المقابله وداروا واحد الحيله انهم باش نمشيو حنايا ندخلوا من الملعب من الباب الرئيسي ديال ثانيه درمد ملعب ثانيه درمد داو الفريق ديالنا داو واحد الباب خلفي اللي هو مسدود داير فيه واحد دايرين فيه واحد الحارس اللي خلصوه عطاو له شي 100 درهم باش يمتنع باش يفتح ديك الباب. جاو الحكام جابوهم لذاك الباب هذاك غمقوا عليهم قال لهم راه ما بغاوش يحلوا لنا الاخر. منين اتصلنا حنا مع المسؤولين ديال المغرب التطواني اللي هما مسؤولين في نفس الوقت على الملعب قال لك حنايا ما عندنا حتى شي مشكل في هذا الشيء حنا ما وهما مستعدين باش يشهدوا معنا بحساب ياك صفوا لك وصفتوا لنا واحد ديكري واحد الشهاده كيشهدوا فيها بانه ماشي هما السبب ديال سد هذاك الملعب وانما هذيك كانت حيله دارتها ناضد مارتين باش ما تلعبش هذيك المقابله. حنا هادشي قلناه للجامعه بالاستناد ديالنا واعتمادا على النصوص ديال القانون اللي كينظم المنافسات منها اولا انه ما كاينش شي واحد اللي غادي يقدر
يأجل المقابلة غير الجامعة، الجامعة ما أجلتش هذه المقابلة، وإنما اللي كان هو أنه الفريق ديال نهضة بارتين كيطلبوا باش يعاودوا هذه المقابلة لأن ما تحلت لهم شي الأخر. ثانيا كاين واحد المجموعة ديال النصوص اللي كتنص على أن هذه المقابلة هذه خصها تربح الفريق الفتح الرياضي المغربي باش يعاودوا ليها. وكنتسناو دابا الحكم ديال هذه النازلة هذه. هذه المعنوية الرياضية الاجتماعية كنلقاو هما كيدافعوا حتى حنا شي حاجة، وحرا عاد يدافعوا علينا حنايا كفريق رياضي اللي هو فوق الشبعة. كيقول لك حنايا دابا السبيطار ما خدامش مزيان، المدارس ما خدامينش مزيانين، واحد العدد ديال المشاكل، النظافة في المدينة والو، وفينا هادو اللي غادي عاد يعطيو ليه اهتمام الكرة القدم اللي هي فوق الشبعة. يعني كيقول لك يا لعبتي ولا ما لعبتيش، ولا تفرجني ولا ما تفرجنيش، ما يهمناش، المهم يكون بعدا عندنا السبيطار مزيان ويكون عندنا. إذن إذا كانت كرة القدم ما ولات شيء من الضروريات ديال الحياة ولا ديال الحضارة ولا ديال التقدم في المدن وفي الدول، إذن حنايا غادي نسمحوا فيها ونمشيو بحالنا ونريح. ثالثا كاين واحد العائق الكبير وهو بحال اللي قلنا واللي قالها السيد الرئيس وكل شيء متفقين عليه في هذا الإقليم هذا وفي هذه المدينة هذه بالخصوص، وهو الملعب ديال كرة القدم. راه حشومة حتى الآخر حتى الوقت في هذه السنوات هذه، عاد كنقولوا حنايا والمدينة ديال الناظور دابا الحمد لله ولات فيها واحد تقدم في العمران ديالها، وما عندناش ملعب واخا يكون غير صغير قبل واخا 2000 متفرج 3000، ما خصناش أكثر. شوما يعني ما عندنا ما نقولوا في هذه القضية هذه. ونشير للآخر بالنسبة للترتيب البشرية ديال الفريق، عندنا حاليا عندنا 27 لاعب، 7 منهم من فئة الشباب، وعندنا جوج لاعبين أجنبيين تونسي وواحد سنغالي. وبهذه المناسبة هذه غادي نقدم لكم واحد لابور، واحد المعلومة، واحد الخبر. قدمنا واحد الشكوى للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعصبة الشرق ضد الهلال الرياضي الناظور. هذا الفريق هذا اعتبار الوضعية اللي راه فيه ما عندوش الناس اللي غادي يهتموا بالفئة الصغرى. إذن شنو غادي يديروا؟ اختصروا الطريق، مشاو وطولوا وعندو إذا الاستقطاب ما يزيد عن 13 لاعب من فئة الشبان والفتيان ديال يتوفرون على الرخص مع الفتح الرياضي الناظور. هذا الشيء كي هادي عاد كنستناو وكننتظرو باش تبت فيها الجامعة يردوا لنا اللعابة ديالنا، لأن هذا الشيء ماشي معقول. ما يمكنش أي الفتح الرياضي الناظوري مع الصعوبات المادية اللي عنده مع كل شيء العراقيل هذه ويجيو هاد الناس هادو يتطوروا بكل سهولة، وما كاينش اللي غادي يرضعهم، ما كاينش اللي غادي يقول لهم يوقفهم عند حدهم. وهاد الفئة الصغرى اللي كنهضروا عليها وراه الحمد لله كلهم دايرين نتائج إيجابية وكيحتلوا المراتب الأولى رغم هاد الظروف هادي المادية اللي كنهضروا عليها. وفي الأخير كنجدد الشكر ديالي للمنابر الإعلامية ولجميع الفعاليات اللي سهلت المساعدة ديال الفريق، وكنخصو بالشكر السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم